نروح بقى للثانوية العامة. أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق إن عدد الطلاب اللي سجلوا عبر موقع التنسيق الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات بلغ حتى الآن 84,657 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد متصفحي الموقع الإلكتروني 143,245 ألف. أضاف إن عملية حجز اختبارات القدرات إلكترونيا بتسير بشكل منتظم منذ فتح الباب لها عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى الآن. ملف مهم، خلينا ناخد على التليفون الأستاذ سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف أيضا على التنسيق. أنا بصبح على حضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على السادة المستمعين جميعا. أهلا. خلينا بس عشان يعني الناس برضو كلها تبقى فاهمة فكرة هنا أو الاستحداث الجديد لهذه الخدمة، التنسيق الإلكتروني وفر على الطلبة إيه دلوقتي؟ إيه الجديد فيه؟ هل كان متوقع برضو حضراتكم كنتوا متوقعين الاستجابة دي أو النجاح؟ خلينا نفهم من حضرتك. طبعا بالنسبة لخدمة قياس اختبارات القدرات هذا العام كانت أول مرة نعمله إلكترونيا. تمام. دي كانت بتوجيهات من معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، لأن كان قبل كده كانت بتتم العملية دي ورقيا، كان الطالب يتوجه لمكتب التنسيق عشان يسحب ملف ويسحب استمارة، وإحنا كمكتب تنسيق كنا بنحجز له معاد في الكلية، فكان الكلام ده طبعا بيكلف الطالب وقت ويكلف الطالب مجهود يعني وغيره يعني طبعا. مجهود وإزحام على مكاتب التنسيق وكده. فاحنا السنة دي عملنا خدمة جديدة، فالطالب يخش بيدخل على الموقع يسجل اليوم اللي عاوز يسجله والكلية اللي عاوز يسجلها، والإلكترونية بيتم تحديد ميعاد ليه للكلية، والطالب بياخد بيسحب بياخد برنتر وبيتوجه للكلية على الميعاد اللي حدده الموقع. طيب يعني طبعا دي وفرت جهد ووقت وزحام وطبعا وفرت موارد ماليه على الدوله، لان كان الكلام ده بيكلفنا موارد ماليه كتير عموما. طب الاستماره هي يعني السيستم اتغير بس الاستماره نفسها هي يعني نفس الشكل اللي احنا برضو بنملى بيه هو ما اتغيرش؟ لا هو الطالب بيخش على الموقع بيحجز استماره وبيطبعها من على الكمبيوتر وبيتوجه للكليه. وهي يعني الورقه نفسها هي نفس السيستم، هي نفس الوضع بالظبط، بس بدل ما كان ورقي بدا بقى الوقت الكتروني يعني. هل هيبقى في خطوه جايه بعد كده بقى الاستماره تتغير نفسها بدل ما بنقعد نكتب؟ يعني انا فاكره ايام لا يا فندم لا ما عادش. انت فاكره الايام اللي حضرتك دي بتقول عليها كده؟ لا ده مش من زمان قوي بقى. من زمان خالص يعني. من زمان خالص. ده حضرتك يعني كنت لسه في ابتدائيه مثلا. انا اتخرجت من الجامعه 2008 لو سمحت يعني. طيب خليني بس اعرف من حضرتك يعني الكلام هو الاستماره واحده ما يعني ما فيهاش تغيير ولا ايه؟ عشان الجيل بتاعي بس يعرف. لا ده بقى كمبيوتر دلوقتي. انت حضرتك بتتكلمي على ملء الرغبات، حاجه ثانيه. انا فاهمه دي بقى وقت لما نبقى نلتحق بالجامعه. انا اما حضرتك لا دي هي برضه. لا دي ما عادش الكلام ده برضه الكتروني كله. بتضحكي على ايه؟ ماشي. نشكرك جدا استاذ سيد ده عطا. شكرا.